واحد يقول لماذا نذكر في وشية الأموات في القداس ونحن نعلم أن الانتقال في عالم الأمجاد؟ فماذا لو كان هذا الشخص الميت قاتل؟ ماذا يفيده الترحيم في القداس؟ هل يخفف عنه عذابه؟ إذا كان إنسان خاطئ ومات في خطيته لا يجوز الصلاح عليه، وإن صلوا عليه الصلاح لا تفيد شيئا إن كان مات في خطيته، كما يقول الإنجيل عن الرسالة يوحنا. لكن ما دمنا ما نعرفش عنه خطية بنصلي من أجله. خطية ثابتة يعني بيصلي يقول ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياته معدة على الأرض، لكن الخطايا الثابتة اللي بيتكلموا أنا عارف إنهم بيتكلموا، فلا نصلي على الذي مات في خطيئته. وأنا في أشخاص رفضت الصلاح عليهم بعد موتهم لأنهم ماتوا في خطيئته، لكن الشخص العادي إذا ما نعرفش عنه خطية ثابتة زي إنسان مات وهو إيمانه مش سليم، إنسان مات وهو في حالة زنا إلى آخره.